لا مع بعضينا مع بعضينا من اسوان. اول حاجه احنا مطالبنا احنا اولا معتصمين اتعشب مسبير اول احنا معتصمين ومطالبنا كلها انه الغلط يتصلح اللي اتكسر يتصلح. اول حاجه اعدام اول مطلب من مطالبنا محافظ اقاله ما فيش احنا مش بنطلب اقاله شيوخ خالص نفس كده. اول مطلب من مطالبنا اقاله الفوري الاستقاله الفوريه الفعليه لمحافظ اسوان مصطفى السيد محافظ اسوان لازم يمشي. واحد عارف اللي بيحصل وعارف بحد محرك الناس لازم يمشي. تاني مطلب من مطالبنا كل متسبب بالفتنه والتحريض في اسوان كل متسبب في هدم الكنيسه ياخد اعدام يتم محاسبه ويتم محاكمه. تالت مطلب من مطالبنا اعاده بناء الكنيسه على نفقه الدوله زي ما زهد زي ما تصلح. ده تالت مطلب. رابع مطلب قانون واحد موحد لبناء دور العباده. قلت لي اعتقلت امبارح سبب الاعتقال. مش لا انا ما اعتقلتش امبارح. انا تم اعتقالي يوم 19/5 هو ده اللي فضل الاعتصام بيه بس عشان يفضل بسبب فضل. طب عرفني بنفسك اسمك. اسمي توني صبري. توني صبري. انا توني صبري. توني انا تم الاعتقال ده الاعتقال ده انا اعتقلت يوم 19/5 اتخذت في سن 28 من الجيش ذلك بسبب يعني شويه مشاكل كان في كنيسه عين شمس كان كنيسه مقفوله وتم التصحيح الفعلي اللي بناها اتقفلت خالص الكنيسه كان في مجموعه من مش عايز اقول مسلمين هم مش مسلمين مش عايز اقول سلفيين مش عايز اقول بلطجيه تحت اي مسمى هاجموا على الكنيسه وتم بالفعل هتصوب على الكنيسه وانا واقف ادافع عن كنيسه اتخذت في سن 28. شكرا. ايوه مايك عايز اقول حاجه استنى بتكلم. اول واحد لازم ياخد اعدام الشيخ اللي حرض بتاع اسوان محافظ اسوان ده فاسك ده من الفسكه ده من الكذابين ده من النظام السابق لازم عشان ما فيش قانون راجع يدفع الثمن اسود. ايوه مايكل حركه مايكل ارمانيوس راسك حركه الاهبات احرار اتفقنا احنا واتحاد شباب ماسبيرو ان لابد من الاعتصام عشان مطالبنا حقوقنا ترجع فاحنا رحنا لنا ماسبيرو فعلا المره دي معتصمين لقيت حقوقنا كلها ترجع لان احنا لينا حق في البلد لازم ناخده. الشيخ المحرض زي العاده وطبعا حارق الكنيسه ما يرضيش اي حد في الدنيا دار عباده. الاعتصام هيبدا النهارده فعلا؟ الاعتصام هيبدا من دلوقتي. الاعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب كلها مطالب كامله. تمام شكرا شكرا.